يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومائة وخمسة وأربعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وسبع وثمانين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين واثنين وخمسين ألف شخص